ايوه لو سمحت، انا عامله اوردر من حوالي ساعه ونص، لحد دلوقتي ما وصلش. طيب شكله وصل. شكرا شكرا. حسابك كام؟ ثانيه واحده. مساء الفل يا عم، فين من زمان؟ ابدا مش عارف اظبط مواعيدي مع مواعيد يارا. معلش. ايه الاخبار؟ تمام. بص يا سيدي، ده الفايل بتاع الناس بتاعت ايطاليا، هتلاقي فيه كل حاجه عن التوكيل بتاعهم. تمام، هدرسه كويس واقول لك رايي. طيب عايزك كمان تعمل منه نسخه تانية لعيسى، عايز يدرسه معاك. ايه ده؟ افهم من كده انك ابتديت تعتمد عليه في الحاجات التقيله ولا ايه؟ مش انت اللي اقنعتني بيه؟ الولد مخه نضيف يعني ومخلص في شغله. طب كويس، هترد عليا انت؟ يومين ارد عليك. ماشي، مش محتاج اكد عليك ان الحاجات اللي هنا دي اسرار. ها، مش محتاج توصيني. ايوه بس انت محتاج توصي عيسى. اكيد، بعد اذنك. اتفضل. طمني يا دكتور. الحمد لله احسن، قدرنا ننقل لها دم عشان نعوض النزيف. طيب الحمد لله، يعني ما فيهاش اي كسور او محتاجه اي عمليه؟ لا 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 خالص، بس هي تعرضت لضرب مبرح كان السبب في اجهاضها. اجهاضها؟ ايوه. انت ما تعرفش انها كانت حامل ولا ايه؟ لا. تبقى مش جوزها؟ لا، ما هو انا فعلا مش جوزها، انا زميلها في الشغل. امال فين جوزها؟ ما هو تلاقيه، ما هو مسافر فعلا. حضرتك اللي جبتها المستشفى؟ ايوه فندم، وسبت صوره بطاقتي في الاستقبال تحت. يبقى هتستنى لغايه البوليس ما يجي. بوليس؟ ايوه، ما هي جايه في حادثه، وعشان كده بلغنا الشرطه. تمام تمام يا دكتور. الحمد لله على السلامة يا عامل. أنا فين؟ ما تقلقيش، أنتي في المستشفى. ليه؟ أنتي بتسأليني أنا؟ ده أنا اللي عايز أسألك. دخلوا علي البيت وضربوني. أيوه، هما مين بقى اللي دخلوا عليكي؟ معرفهمش. طب وإزاي فتحت لهم الباب يا عامل؟ شكلهم استنوا الدليفري وهو جاي، وخدوا منه الاكل وطلعوا ما بدلوا.
أنا فعلاً كنت جاي لك وما أعرفش أي حاجة، سألت البواب قال لي إنه كان بيجيب شوية طلبات وما شافش حد. هو طول النهار بيجيب طلبات، ما بيقعدش على البوابة نص ساعة على بعضها. الناس دي ضربتك ليه يا أمل؟ مش عارف. بس أنا بقى عارف. ليه؟ كانوا عايزين يجهدوكي. مين اللي فهمك الكلام ده؟ الدكتور هو اللي قال لي كده، قال لي إن أنتِ فعلاً كنتِ حامل. كنت؟ آه. بس خلاص سقطتي. أستاذة رانيا كلمتني وعرفت إيه اللي حصل لك، وقالت لي إنها هتيجي بنفسها وتطمن عليكي. ماشي. متأكدة إن هي سقطت؟ آه ياسر سقطت. اطمن، مبقاش في حملة تخاف مني. بس أمل مصممة تبلغ البوليس. ولا تقدر. ساعتها هوديها في 60 داهية. ده أنا أرفع عليها قضية رد شرف. طب والتسجيلات اللي معاها؟ هي بقى اللي قالت لك إن هي لسه معاها؟ هو أنت هتعرف حاجة تانية غير كده؟ لا بس ممكن يكونوا الناس اللي دخلوا شقتها حاولوا يسرقوها وكسروا الشقة، ممكن يكونوا خدوا في سكتهم الموبايل اللي كان متسجل عليه. آه ده انت عامل حساب كل حاجة بقى. رانيا يا ريت ما تشغليش بالك بالموضوع ده نهائي، ويا ريت بقى ما تقعديش تروح لها كتير عشان ما تفضلش تزن في الموضوع ده. قالت لي انها عارفة عيوبك كويس قوي، بس ما كانتش متصورة إنها توصل للإجرام ده. زي أنا بالظبط، مش قادرة أتصور إنك تعمل حاجة زي كده. كنت عاوزاني أعمل إيه؟ أخليها تلبسني عيل مش ابني؟ لو ما كانش ابنك ما كنتش هتتخلص منه. أوعى. على فكرة انت فرحش قوي بالموبايل اللي انت سرقته. وارد جدا تكون عامله باك اب على فلاشه او سي دي هي. أمل بتتهمك إنك بعت لها العيال اللي ضربوها وسرقوها. بس يا فندم الكلام ده ما حصلش. تقول إنك متجوزة عرفة وقصدت تجهدها عشان كانت حامل منك. طيب يا ريت لو تعرف تثبت أي حاجة من دي يا ريت تثبتها. وهتثبت إزاي؟ ورقة الجواز معاك أنت. وأنا بقول لحضرتك أنا ما اتجوزتهاش. وإيه اللي هيخليها تتبلى عليك؟ ممكن يكون عشان جبت سكرتيرة غيرها مثلا. ليه جبت سكرتيرة غيرها؟ مع ان الموضوع يا فندم يخص الشغل، بس حاضر هقول لحضرتك. للاسف هي في الفترة الأخيرة أهملت الشغل جدا وبوظت حاجات كتير، فكان لازم أغيرها. وده برضه يخليها تدعي إنها متجوزاك وحملت منك؟ هي يا فندم تدعي زي ما هي عايزة. بعدين الله أعلم، ممكن يكون أي حد يضحك عليها وسابها وهرب، فما لقتش غيري تلبسه الموضوع دوت. ويمكن كمان عايزة تسوق سمعتي في السوق. صالح مين؟ حضرتك أنا اسمي ياسر الشواربي. ليا اسم كبير في السوق. وليه اعداء كتير جدا يتمنوا وقوع النهارده قبل بكره. بسيط، هنقبض على العيال اللي ضربوها، بس بقى لو اعترفوا عليك هتبقى مشكله. يا ريت يا فندم، عشان ما عملتش اي حاجه اخاف منها. اتمنى ان ده اللي يحصل.